السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ عاودت وليت لكم لهذا الفيديو لانني لاحظت واحد الحاجه في الاحتفالات تاع مانشستر سيتي. بالك وماركيتوها انتم تانيك، وراهم عندي تصاور لهنايا دوك نوري لكم بالتصاور. بون، علاش سجلت انا الفيديو الاخراني؟ على بالكم باللي راني في التران، الله غالب سمحوا لي، معليش الانسان يحاول يقدم واش يقدر عليه، ما نغيبش عليكم برك، لان المقبل قلت لكم ما على باليش الا لحق للدار، قلتوا لي معليش كاين بزاف اللي قالوا لي معليش درنا الفيديو في التران. كي درت الفيديو الاولاني بعد المباراة تاع رياض محرز، بون طول لي على بالكم في التراني، طول باش يتشارجا، ولكن كاين واحد ومن بعد قعدت نتبع حطيته يتشارجا، لان زوج تليفونات حطيته يتشارجا في اليوتيوب، طول لي ولكن 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 وقعدت نتبع في اللايف تاع الاحتفالات. لا روماركيتو باللي رياض محرز كان رافض الاعلام تاع الجزائر والاعلام تاع فلسطين. من بعيد الكاميرا كي تلحق ليه تعاود تولي، تلحق ليه ما حبتش تحكمو بالكاميرا. باندي تاني كان رافدو فوق ظهره، ومن بعد رياض محرز بالعلم تاع الجزائر والعلم تاع فلسطين، ملي بعيد الكاميرا تشوف علم تاع الجزائر وعلم تاع فلسطين، عرفتها باللي رياض محرز. ومن بعد كي بدا يمشي يا خوتي بالكاميرا ما حبتش تشدو، ما حبتش تقرب ليه بالعاني، بالزعمه باش ما يدخلوها سياب، وين يكونوا يصوروا غير يدخل لهم رياض محرز بالعلم تاع الجزائر واسمو زد، تعاود تولي الكاميرا. لا لو ماركيتو ما فيكساوش بزاف على رياض محرز، علاش كان رافد العلم تاع فلسطين. ومن بعد واش داروا؟ نحاوهم له، راكم تشوفوا اللقطه هذه، رياض محرز يهضر معاه ونحالوا الاعلام، تاع فلسطين. ومن بعد هذاك جا ليه، ما على باليش شكون اللي جا هذاك اللي بولحيه اللي نحر رياض محرز العلم تاع فلسطين، قال له علاش كذا منا، قاعد يدير له هكذا شغل يهضر له على الاعلام، تسمى كي نحاها رياض محرز، فهمتوا القضيه؟ فهنايا تعرف باللي يعني كي نحاها الاعلام الله رياض محرز ما حبوش يديروا زعما شغل كيما نقولوا، ما زعما السيتي ما دخلهاش في السياسه وكذا، حق اللاعب يحتفل كيما كاع اللاعبين يحتفلوا، يرفد اي اعلام، هذه من حق رياض محرز، وان شاء الله برك كيما نقولوا ما يديرولوش عليها بروبليم، لان لا روماركيتو انه الكاميرا ما حبتش تحكم رياض محرز، وراني درت لكم بالصور لهنايا كيفاش نحاولوا الاعلام، كيفاش رياض محرز هضر معاهم، بعد كي نحاولوا الاعلام ولات الكاميرا تبع في رياض محرز، ولات الكاميرا يعني بالعلم تاع الجزائر كاميرا ولات تروح لرياض محرز فاس فاس كذا، كي كان بالعلم تاع فلسطين، وين تلحق له تعاود تتهرب، باش تشوفوا برك باللي القضيه وين راهي واصله. هذا ما كان النقطه هذه اللي حبيت نركز لكم عليها، وان شاء الله برك كيما نقولوا بون ما شكيتش انا اللي صاروا لرياض محرز مشاكل، على كل حال نعاودوا نولوا نقولوا مبروك على رياض محرز، ما قد شارف شارف بالنسبه لي انا يا رياض محرز كيرف هذا الاعلام اليوم تاع فلسطين، هو وماندي، كان معلقوا فوق ظهره، بالنسبه لي انا شارف كبير، انت تمثلني بكل صراحه رياض محرز، انت تمثل العرب، انت فخر العرب، انا من عندي انت هو فخر العرب، ماشي كيما البعض اللي ما يتذكروش مي با اسم فلسطين، انت هو فخر العرب حتى في التتويج تاعك، وكان واحد لي كومونتير بزاف كي كنت ندير لي فيديو عليك على تاع وسمو، قالوا ان شاء الله كي يربح كيما نقولوا الشامبيونه يرفد العلم تاع فلسطين، هاو رياض محرز لبالكم الطالب تاعكم وراه رفد العلم تاع فلسطين حتى نحاوه له. فرياض محرز انا بالنسبه لي شارف كبير كبير للجزائر، وشارف كبير ويمثل الامه الاسلاميه ويمثل الامه العربيه ويمثل العقلية الجزائرية مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وما نخاف حتى واحد، ما نخاف لا من الكاميرات، ما نخاف من السيتي وكذا، رغم أنه الكاميرا كتهرب عليها. أنت راجل رياض محرز والجزائريين يموتوا رجال بحول الله عز وجل، وهذه هي العقلية، أنت تمثل الجزائر وتمثلت العقلية الجزائرية، نستعرض بك نستعرض بك، يعني هنايا زدت يعني ما نقولكش يعني كانت قيمتك ولا يعني زدت فوق الدريب نحبك بزاف بزاف، وعلى بالي باللي الجزائريين كاع يحبوك بلا هذه اللقطه، ولكن مع هذه اللقطه زيد الحب تاعك يكبر 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 في الامه العربيه والامه الاسلاميه، وفخر العرب، كلمه فخر العرب، فانت ما دام توجت اليوم كيما نقولوا بالبطوله تاعك، وتوجت برفدك عالم فلسطين في استاد مانشستر سيتي في الانجليز مع عالم الجزائر اللي معناتها الجزائر وفلسطين خوا ظالمه ومظلومه، فهنا انت تحتاج كتانيك تحتاج ماشي تحتاج، فهنا انت يفوز ماشي غير بالدوري الانجليزي الممتاز، ولكن فوز بلقب فخر العرب،
بمعنى اتم الكلمه. وشكرا بزاف 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 خاوتي. هذا واش حبيت نقول لكم في فيديو خفيف وضرب باش نعطي لكم هذه اللحظه. وعاودوا ولوا عاودوا ولوا برك اللي فيديو تاعهم كي كانوا يحتفلوا وكذا، تشوفوا باللي ما حبتش تمشي وين توصل رياض محرز تجبد روحها، وين توصل رياض وكي نحاولوا الاعلام راحوا ديريكت ليه ولاو يصوروا فيه وكذا ومننا، باش تعرفوا العقليه. خاوتي ما نطولش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.